كنتكلموا على هاد الوقيته ديال ديال السنه كنتكلموا على بزاف ديال الحوايج من ضمنها ان الانسان كيرجع للرياضه كنقولوا انها فرصه الانسان كيرجع الرياضه مع البرد وهاد الامور واش كتشوف ان الناس فعلا فهاد الوقيته ديال البرد كترجع الرياضه بشكل كبير او لا بيان مشكل بيان سور بشكل كبير دابا الناس دابا ما بقاوش لي فواياج ما بقاوش لي زاكتيفيتي ما بقاوش داك الخرجات اللي عندنا يعني الصيف هو اللي كيكون كي فيه هادشي بزاف دابا بنادم بيان سور كيتونجاجا في الرياضه ولي صال حاليا دابا آه عندهم واحد الاقبال كبير ديال ديال الناس اللي كيبغيو يديروا الرياضه غير كاين واحد الاشكال ديال الناس واحد الخطا اللي كيطيحوا فيه الناس كل عام فاش يبغيو يرجعوا الرياضه هو ما تيختاروش هذاك لاكتيفيتي اللي موالماهم الجسم ديالهم على حساب على حساب لاج ديالهم على حساب القدره الجسمانيه ديالهم سو كي في سي فري هذا الوقت كتكون عندنا واحد ليكسيتاسيون كبيره على لو سبور ولكن ذاك اللي كنسمعوا حنا كنقولوا لها موتيفاسيون موتيفاسيون كطلع بزاف ومني كطلع لا موتيفاسيون بزاف بيان سور تندخل تنتريني تندير ان غونفورسمون تندير سال كور كوليكتيف وداكشي كندوز واحد الوقت الوقت بزاف في لاصال ولكن كنلقى راسي من بعد واحد الشهر ولا شهرين ما بقيتش كندير سبور صح لان انا فاش رجعت لهذاك <applause> لاكتيفيتي من بعد الصيف رجعت بواحد الجهد لانني انا كنت كناكل الحلوى وهذه واليوم قلت لا لو كور ديالي بدأت يغيكلامي كون انني انا بسلت على راسي خصني <applause> نبدا الرياضه ولكن مني تنبدا الرياضه وهذا هو السؤال اللي عند بزاف ديال الناس مني تنبدا الرياضه ما تنعرفش شنو خصني ندير بصح وما تنعرفش شنو هي الرياضه الموالماني <applause> سيختو انا انسان مبتدئ <applause> نعم لي أنا ما كاينش ليا انا مثلا ندير واحد الرياضه كنولي كنلقى راسي كنحرق واحد لي زيتاب اللي هما بعاد عليا وهذا الشيء هذا كيخلي ان الجسم ديالك كيتراجع في واحد الوقت انه ما كيبقاش باغي يدير ديك الرياضه وماشي لخاطرك لان لو كور ما بقاش حامل يدير هذيك دي الرياضه لان البديه اللي بديتي بها نتايا كانت كانت ما كانتش صحيحه كانت بطريقه خاطئه ولهذا مم. النصيحه ديالي لبزاف ديال الناس ملي تيمشيو يديروا لو سبور او اللي تيبداو مثلا واحد لاكتيفيتي فيزيك مم. مهم بزاف فجميله نصنطوا على الجسم ديالنا صح من ناحية ديال انني شنو عندي انا ياك فحال في فحال في انا مثلا بغيت نمشي نشري واحد الدار وعندي واحد البيدجي وما يمكنش تشري دار ديال 200 مليون وانا عندي 70 مليون صح سينو الا مشيت في هذاك لو نيفو هذا كنولي خارج على راسي انا مم. اللي كاباسيتي ديالي اولا مثلا لاج ديالي اللي مهم. هو مثلا 30 عام ولا 40 عام أه لسوف ديالي على قدو العضلات ديالي ما يمكنش ليا ندير واحد المجهود كبير اللي كيفوت المتطلبات ديال الجسم ديالي اللي نقدروا حنا نقولوا مثلا ملي كطلع لنا لا طومبيراتور جميله ما تنحسو والو الجسم كيكون كي سخون ولكن راه حنا كنضروا الجسم ديالنا لان فتنا واحد ال... واحد لاباغ اللي خصنا نعطيو الجسم ديالنا لان ما ننسوش بالانسان الانسان ملي كيمشي يدير لاصال راه ديجا عنده حياه اخرى ديجا عنده خدمه ديجا عنده ولاد ديجا عنده دار وما يمكنش انت غادي تجي دير ساعتين ديال لاصال باش تقعدي داك الجهد كامل اللي عندك وبالنسبه لك اه شفتي une très bonne séance ترينيت مزيان عرق تبارك الله وهذه لو الجسم ديالك انا علاش كنقول هادشي هذا والهدف ديالنا جميله هو حنا بغينا نشرحوا للناس بانه شنو هي لا ميثود او الطريقه اللي نقدر نديرها صح باش نبقى نتريني عام كامل. نعم، كيف قلتي بلا ما من... بلا ما نضر نفسي بلا ما نطيح بديك المسألة ديال الروتين وديال اللي كت... كتخليك الى كنتي الروتين كتخليك واحد النهار صافي كتلاشي كتقول ما كاينلاش ما كاينلاش نكمل، بما أننا نتكلم على ديال النقطة ديال أن كنتكلموا على شخص مبتدئ، شخص اللي ما دار الرياضة أو لا شخص اللي كان كيدير حتى الرياضة ربما نقاطع بزاف منا ياسين اللي مثلا داروش الرياضه في رمضان او مورا رمضان موراها ما بقاوش دارو الرياضه جا موراها الصيف العيد الكبير الدخول المدرسي هاد الامور كلها الانسان قال لك ما ما يلا دابا الناس ولات كتونجاج باش انها تدخل القاعات الرياضيه او دير سبور ديالها او كل واحد على حسب الامكانيات ديالو حسب الظروف ديالو الوقتيه يعني نتكلموا الحاجات اللي نبدا بها انا كانسان اول مره غنبدا في هذا العام مثلا غنبدا الرياضه اشنو الحاجات اللي خاصني ندير وشنو المعدل ديال ديال الساعات اولا ديال الدقائق اللي خاصني ديال دير سبور وكذلك شحال مره في الاسبوع تري بيان الى اول مره غادي دير لو سبور وشحال ما ما درتي لو سبور وبغيتي ترجع لو سبور كاينين جوج حوايج يا اما بغيتي دير لو سبور باش تحصل على واحد النتيجه في اسرع وقت صح. يا اما بغيتي دير لو سبور وبغيتي تقول انا اجوردي وليت سبور ويولي عندي فحال فحال الصلاه فحال الماكله كتوصل عليا واحد الوقت كيجيني الجوع كنمشي كناكل صح كيجيني العطش كنمشي نشرب لو سبور خصو يولي عندي ابيتود وجو بونس كو هذا هو السؤال اللي تيسولو بزاف ديال الناس لان انا انا يدخلوا في النمط الحياتي ديالو يولي عندك هو ان سيل دو في كتوصل واحد الوقت الا بغيتي تدخل في هذا الشيء هذا وتكون انت في هذا لو نيفو هذا ضروري ومؤكد انك تبدا الرياضة اللي كنسميوها حنايا لو آه... غيفي mm موسكيلاغ -hmm. في لابغتي الأولى ديالك هو كتفيق العضلة ديالك وباش تفيق العضلة ديالك لأن العضلات ديالك هما اللي تيخدموا معاك <applause> في الرياضة كتفيق العضلة ديالك بحال اللي كتقول العضلات ديالك شحال ما ترينيو كتقول لهم السلام عليكم كل شيء بخير مزيان الحمد لله نعاودوا نرجعوا مرة أخرى ماشي غادي نجي <applause> <applause> روينا وقع في لو كور ديالك هزيتي هادي درتي غونفورسمون مشيتي جريتي بجهد لاسيد لاكتيك طلع بزاف لي كورباتور لو كور ديالك تتصبح غدا ما قادرش تمشي للخدمه صح نو no. نبدا بواحد 20 دقيقه انا تنهضر معك جميله سيونتيفيكمون تندوي مع الناس دابا اللي تيسمعونا شنو هما الطرق اللي داروا الناس ولاو مبليين بالرياضه صح ندير 20 دقيقه اش تقول لي 20 دقيقه باقي ما حسيت بوالو صح يقول الانسان انت سمقشت... ما بقيتش انت سمقشت... سمقشت... باقي ما بديتش نسخن باقي ما بديتش مم. نسخن وهذاك ما بديتيش تسخن راك انت فحال اللي عطيتي واحد لسين لو سين لو كور ديالك انك راه تبدا الرياضه وحبس ندير واحد شويه دي ليزيتيغمون نجبد لو كور ديالي السلام عليكم نمشي ندوش نعاود نرجع من دابا يومين نعاود ندير واحد 25 دقيقه مم. دير فيها شويه ديال الحركات اللي هما الكارديو، دير فيها شويه ديال الغونفورسمون بلو بوا دو كور ديالك، الله mm -hmm. يجازيكم بخير ما تمشيش تهز ليا لي ماشين، خدم غير بلو بوا دو كور ديالك، غير بالجسم ديالك. نعم mm -hmm. الجسم ديالك كافي انك تغونفورسي راسك غير بالجسم ديالك، دير mm -hmm. لي بومب، uh -huh. آه. لي سكوات في بلاصتك، لي زابدو، هادو دي موفمون، واخا كاتمشي واخا عندك بوسيبيليتي تمشي للصال، ما ديرش شي حاجه اللي هي انتونس على الجسم ديالك، تهز لي ماشين ولا تهز تقل. من بعد كتبدا تطور هذاك ملي كيولي لو كوغ ديالك كيدير داك لو غونفورسمون اليز كنولي شنو كندير كنولي كندير واحد لي 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 كنخدم فيهم كل بارتي في الجسم ديالي واحد واحد الجهه في الجسم ديالي <applause> كنخدمها ولكن كنديرها في سيونس وحده مثلا ملي كنحيد هذاك لي كورباتور لو موسكل ديالي كيبدا شويه يتادبط مع لو سبور كنولي كنجي كندير كنقول هاد اليوم هاد الحصه اليوم غادي نخدم فيها هاد العضله بوحدها مثلا غنخدم العضلات ديال الرجلين ديالي مثلا او لا نخدم مثلا العضلات ديال الكتفين بوحدهم ماشي دير لي العضلات ديال الرجلين والكتاف والظهر والصدر ما يمكنش راه هذاك راه لي موسكل عندك راه <سؤال> ما عندكش كابليات ديال 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 دي الحديد راه عادي موسكل عندهم واحد الفونكسيون مون ديالهم وإلا أنت إنسان <سؤال> عادي كدير الرياضة باش تخلي الصحة ديالك مزيانة ما تفوتش لي 30 دقيقة نعم غتقول لي 30 دقيقة يلاه بديت كنسخن 30 صح. دقيقة هي اللي بينيفيك الجسم ديالك باش تبقى تريني ديما فتي 30 دقيقة وصلتي لي 45 دقيقة ساعة ديال المكانة تيق بيا بلي الجسم ديالك ما يبقاش يتريني ديما وحاليا دابا في الدول المتقدمة جميلة وصلوا الناس لهاد القضية اللي كنقول لك ديال 30 دقيقة 30 دقيقة الفونكسيون العضلات ديالك كي كيفق مزيان كيتحركو مزيان الدوره الدمويه ديالك كدور بواحد الشكل مزيان كتخلي ليطا ديال العضله ديالك يعني النيفو ديال العضله ديالك كيبقى مزيان لا كاليتي ديال العضله ديالك ما كتعيش لان العضله ملي كنبقاو نعطيوها بزاف ديال الخدمه شنو كدير كتعيى وكتولي كتاكل من راسها نعم مستوى ديال لا بير دو بوين هذا النقط قد الوزن فقدان الوزن كيمشي في واحد لو سيستام اللي هو آ... آ... علمي ما كدير شي حاجه اللي هي هكلاك هي... <applause> والحاجه اللي هي مهمه <applause> هو نتحدى شي واحد دار هذا البروغرام وقطع الرياضه كتبقى ديما كتريني نعم هاد القديمة الجسم ديالك محتاج يدير الرياضة نعم الإنسان باغي يبدا باش ما يحرقش راسو وما يحرقش ديك لينيرجي اللي كتعطاه في الأول اللي هي باش كيبدا كي يبدا بشوية بشوية ستيب باي ستيب يعني 20 دقيقة 25 اللي ديجا قلتي هو 30 مزيان هنا أنا بغيت يلاه نبدا شحال من مرة ندير الرياضة في الأسبوع تري بيان أه نعاود نرجع معك لواحد القضيه مهمه شوف من احسن الحوايج اللي كيخليوك تنجح في حياتك اي سيختو مع لا سونتي ديالك حيت انا شنو بالنسبه لي احسن نجاح جميله <applause> النجاح هو منين نشوف كجميله مم. عندك 60 عام ولا سونتي ديالك مزيانه نقول درتي ان تري بون طرافاي ان شاء الله الاستثمار <applause> كان ديال الاستثمار ديالك بصحة. كان مزيان لان بزاف ديال الناس دي تيستثمروا في الديور تيستثمروا في, في هذه لا شري هذه لا خصني نشري هذه لا خصني نشري هذه صح ولكن راه ملي كتوزر عندك 50 عام 60 عام ما عندك الصحه اش دير بداك الشيء اللي انت شحال انت كتستثمر صح صح ولكن انا ملي كنقول كنوصل كان لواحد الوقت وما كنبقاش بيان سوغ ديك الساعه كنكبر وهادي هذاك هو الوقت اللي خصني نخرج فيه خصني نتسارى فيه خصني نمشي نديكوفغي العالم ندير دي 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 غوندوني زوينين وهادشي لا الا ما كانش عندك الصحه راه بيان سوغ غتبقى جالس في بلاصتك وشاد الخنشه ديال الدواء ومريح وهادي دي قضيه ديما كنقولها للناس ديما ما, ما تبقاش تشوف راسك شنو كدير اليوم الا انت كليتي دك الفريت ولا كليتي دك الماكله اللي خايبه ولو كور ديالك ما غياجاش معاك عرف بلي انه راه كيجمع لك داك لواحد غادي تخلص كامل <applause> ولهذا مهم بزاف نعرف كيفاش نفرق الطاقه ديالي على لا سومين uh -huh. ماشي انا كنحس براسي موتيفي تقيد في لا سال ديال السبور دين ثلاث اربع خميس جمعه السبت ما يمكنش امبوسيبل uh -huh. خلي لينرجي راه الناس خصهم يعرفوا بلي انه لا uh ريكوبيراسيون -huh. من الحوايج اللي كتخلي الجسم ديالك يعطيك نتائج uh -huh. اللي انت كتقلب عليها راه لا دو بوين ماشي غير وسط لا سيونس uh -huh. لا بيرت دو بوا ماشي غير في هذاك لي بلون اليمونتيغ لا بيرت دو بوا راه حتى في لا ريكوبيراسيون ولهذا ثلاث ايام في الاسبوع الا حسيتي براسك ناشط مزيان وعندك لينيرجي وزدتي ذاك لو كاتخيام جور راك نتا هو المعلم راك دير لو سبور مزيان وغادي تكون مزيان ولا سونتي ديالك غادي تكون مزيانه ولكن الى كتريني اه اه يوميا وكدير واحد ليفور كبير عرف بلي انك نتايا غادي فواحد واحد لاباغ اللي كبيره على الجسم ديالك وغادي فواحد واحد المتطلبات اللي صح. اللي اكثر من اللي كيطلب الجسم ديالك داكشي علاش انا كنقول لك اول حاجه ملي تبغي دير سبور تصنت لو كور ديالك حاول تحاور مع لو كور ديالك قول واش انا نقدر ندير هذا الشيء هذا مزيان ندير واحد المجهود اللي هو آآ آآ صغير آآ آآ ولكن باش انني نحس براسي عييت والتيشيرت ديالي عرق وانا صافي دي غرا شحال من واحد مثلا جميله كيعرق بزاف في لا ولكن ما تيحرقش بزاف صح شنو هو المشكل ديالو ما تيتنفسش مزيان التنفس من اهم الحوايج اللي كيخليو الجسم ديالك انه يحرق بزاف ديال لاكريس بزاف ديال الدهون وكاينين بزاف ديال الحوايج انا شنو اللي بغيت نشرح لك جميله هو انه نحاول مني نبغي نبدا هذا المشروع ديال الرياضه اللي هو كيساهم في البناء ديال الصحه ديالي نحاول نعرف شنو اللي تيبغي الجسم ديالي بصف. وشنو هما الحوايج اللي كيتماشى كي معاهم الجسم ديالي انا مثلا تندخل لاصال تندير واحد شويه ديال طابي تندير شويه ديال لا مارش ومن بعد تمشي تندير واحد شويه ديال الحركات تندير واحد شويه ديال لو غونفورسمون كنخدم شويه ديال لي زابدو هادو من الحوايج كيخليو الجسم ديالي ديما ناشط ديما مزيان علاش غادي عندك علاش غادي نقلب على اكثر علاش <applause> اليوم غادي نقول انا غادي نمشي وندير واحد لونتريمون حيت حسيت براسي ناشط غادي ندير لا حسيتي براسك ناشط فيك لينيرجي خلي داك لينيرجي اعطيها لشي حاجه اخرى <applause> <applause> لو سبور ديالك درتي فيه 30 دقيقه 35 40 ماكسيموم <applause> 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 الله <لا> يجعل البركه <applause> نهز الفوطه ديالي نمشي ناخذ الدوش ديالي نرتاح باقي عندي لا جورني طويله او لا هذاك ساليت لا جورني وغادي نمشي نعس هذاك النعاس اللي غادي تنعس راه الجسم ديالك كيريكوبيري دغيا ولكن الا درتي سيونس قاصحه بزاف الجسم ديالك خصو بزاف ديال الوقت باش يريكوبيري وهنايا يعني انت شنو كدير كدير تفقد الطاقه ديالك وسحاب لك انت راه درتي سبور انت ما درتيش لو سبور انت عذبتي راسك ولهذا انت ماشي اتليت ما كتشاركش في كومبيتيسيون ما عندكش بطوله ما ما ماشي رياضي ماشي ولد الرياضه انت قلتي انا اليوم الرياضه درتها استثمار باش نصح باش نخلي الجسم ديالي صحيح واللي كيقولوا العلماء كاملين ولي فورماسيون كاملين اللي دوزتو ما كاينش شي واحد قال لك لا يفو فيغ اون اغيدمي ساعه مم. ونص باش تكون مزيان او لا ساعه ديال الجري ولا نو دوك سي دي كومبيتيسيون تيديروهم الناس بارفو حنا بحال دابا مثلا ملي تندخلو مثلا واحد الولد تيدخل مثلا تيشوف شي باطال ديال الميسكولاسيون تيقول لك ناري تبارك الله تيهز 100 كيلو راه 100 كيلو هزاه حيت هو يصور داك الفيديو باش تفرج فيه انت راه ماشي لونتريمون ديالو ديما هكاك لك 100 كيلو راه كيديرها واحد النهار باش كي تيستي الثقل ديالو بحال لي انا مثلا كنتريني كندير نص ساعه كندير مثلا كنقول اليوم ندير نص ساعه ديال الجره الله يجعل البركه وندير لي زيتيرمون في الاخر ونمشي في حالاتي انا ديك نص ساعه اللي درت اليوم شنو اللي غادي ندير الا جريت مثلا بواحد الفيتاس ديال 10 غدا غادي نجري نص ساعه ولكن فيتاس ديال 12 ولا <applause> ولا ولي فيتاس ديال 15 ولكن شنو اللي درت هنايا ما نقصش ما, 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 زدتش في الوقت ديال ديال هادي ولكن زدت من البيرفورمانس ديالي اللي كنبغي نشرح الناس واللي اللي كدير الغونفورسيمون ماشي بزاف ديال الوقت ولكن حسنا من لاكاليتي ديال مهم. الخدمه ديالك كتهز خمسة كيلو قول اليوم غادي نجرب عشرة كيلو أو لا نجرب غير سبعة ونص فهمتيني تكبر من لي كومبيتونس ومن لا فورس ديال العضله ديالك او لا من لا فورس ديال الكارديو ديالك كو انك تدير بزاف ديال الوقت وعند بالك بلي انك ترينيتي و هذه القضيه اللي كنشوفوها مثلا في ليصال صال مثلا بالنسبه لي فام تدخل تدير طابي وتبقى تهضر مع صاحبتها تا تا, تا, تا تا كان من هنا طيبت البارح ما صدقاتش ليا الكيكه درت هادي تا, تا دارت نص ساعه ديال المكانه اسكو تو تروف كو داك ساعه زعما راك ترينيتي والله ما ترينيتي والله ما درتي شي حاجه عا طيبتي رجلك بحال <applause> اللي مشيتي لشي سوق بقيتي كدور يعني الناس اللي كيبقاو غير يتمشاو غير هكاك بحال كيف قلت لك قبيله الناس اللي كتمشى لديك لا اللي هي كتمشاو حنا جوج الناس جميله انا غادي في الطابي ياك ياك <applause> لا مارش شاد طابي شاد في هذيك اللعيبه اللي كيشدوا فيها وراسي كيشوف فيك انت يعني انا ما كنشوفش قدامي كنشوف في راسي فوالا ما كنشوفش منين كتسالي هادشي اليوم راه عرفتي اختي مشيت للصال راه درت شي شي جوج ساعات لاروب ترينيت مزيان وهي ديك جوج ساعات لاروب ما فيهم حتى في 20 دقيقه ممكن وي النهار اللي كتجي بعض المرات كتجي شي وحده كتقول لي انا كنت كنتريني جوج ساعات كندير ليها 20 مينوت كدير ليها سخبت وي كنقول لها راه دابا عاد ديتي كديري الرياضه وشحال درتي قلت لي راه واقيلا ترين شي ساعتين كنقول لها درتي 20 دقيقه ها دابا انت عندك بروغرام حيت الرياضه كتبغي انني نشرح لو كور ديالي بلي انه اشوف راه غادي ندير الرياضه راه غادي نخدم العضلات ديالي راه غادي نخدم يفو ات شويه في لا نسمع الدقات ديال القلب ديالي نسمع هذاك الاكسجين كيدور نحاول ندور الاكسجين راه الا درتي غير نص ساعه فحال هكا انا كنغارونتي لك انه عمرك ما غاديش مرض وما عمره يكون عندك زياده دي الوزن ومع مره ديال الوزن وما عمره الجسم ديالك غادي يطيح في هذه دي المشاكل ديال 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 المفاصل اللي كيطيحوا فيها بزاف ديال الناس ما عمره يكون عندك شوت ديال لا ماس مسكولا وهذا الشيء اللي هنا كنشوفوه بزاف جميله كتلقى بنادم عنده 32 عام 30 عام كتلقى عنده مشكل ديال العضلات ضعاف كتقول امبوسيبل هذا يوصل ل 50 عام 50 عام راه يكون عنده مشاكل في المفاصل ديالو بشكل كبير <applause> ولهذا انا كنقول لانفيستيسمون اللي دي غادي دير اوجوردي على لا سونتي ديالك يفو ريسبكتي ليتا ديال لا سونتي ديالك صح ويلا عندك شي جهد بزاف اه، اتوليزيه في الخدمه اتوليزيه في حوايج اخرين ماشي ديك الطاقه دي اللي كامل. عندك انت نهار كامل كتجي كتخرجها في, في لا سيونس ديالك وفي الاخر كتمشي كتلقى راسك ما عندكش جهد نعم أو. واحد النقطه قلتيها انا نركز في السبور ديالي <applause> <applause> هذه ربما هي الحاجه اللي ما كنديروهاش بزاف ملي كندخلوا لاصال كاين بزاف منها كتبدا تشوف في اللي جنب كتبدا تشوف هذا تبارك الله شوف كيهز الكيلوات هذا فعلا اهميه ديال التركيز في ديك الحركات ديالك قداش كتعطي واش فعلا خاصني فعلا نركز من الاول للاخر في الحاجة اللي تندير واخا غير طابي كيف قلنا كاين بزاف ناس كيقول لك لا كنسخن بها كاين ناس ما تيديروش هاد التسخينات كيمشيو كي ديريكتومون كيديروا مثلا يهزوا كيلو ولا يعني كيديروا هاد الرياضة ديالهم كيمشيو لي ماشين واش خاص التسخينات وشحال المدة سخينات سخينات ديال التسخينات بيان سور خاص التسخينات وانا كنقول للناس اللي عنده شي ديال الوقت يدخل لجوجل يدير لادابتاسيون موسكولار على ليفور كيفاش نادابتي لو موسكل ديالي على واحد ليفور غادي نديرو وهنايا كاينين واحد لي زيتاب خصني نديرهم هو كيف ما قلت لك بونجور لو موسكل بونجور العضله لان الجسم ديالنا فيه بزاف ديال العضلات وباش نكوريكتي الجسم ديالي مع العضلات كنحتاج واحد لي زيتيرمون واحد اه نتيري الجسم ديالي نجبد كيف كنقول حنا نجبد العضلات ديالي بشويه دقيقه جوج دقائق ثلاثه دقائق على حساب لي فوق على حساب داكشي اللي غادي ندير انا ومنين نبدا نتريني من الاحسن اا آه نكون فواحد البلاصه لان يعني كاين شحال من مره كتلقى بنادم داير كاسك فودنو اا تيسمع واحد الموسيقى وكونسونتري وتيدير داك الحركه وتيحاول يتنفس معاها تيحاول العضله ديالو يوصل لها الاكسجين كتلقى واحد حداه كيهضر بزاف وهما كيترينيو نفس البلاصه واحد كيوصل للغيزولتا واحد ما توصلش للغيزولتا ولهذا العضله ديالك كتعطيك هذاك لو شونجمون ديالها وكتعطيك هذاك الانتعاش هذاك كيف ما كنقولوا هذاك النشاط في الجسم ديالك ملي كتعطيها نتايا واحد لا كونسونطراسيون كتكونسونطرا كتتك معاها كتهبط باللومبلوتود ديالك تمشي بشويه أه أه كتخدم مثلا بواحد لو بوا خفيف باش كتشوف لا تكنيك ديالك وما فيها باس الا كان مثلا شي واحد كتقول لي عافاك <applause> شوف لي واش كندير لا تكنيك مزيانه شوف مع لو كوتش مثلا في لاصال كتقول لي شوف هذه واش كنديرها مزيانه قاد ظهري نتنفس مزيان الفونكسيون مون ديال العضلات ديالك هنا كتبدا تحس بالجسم ديالك كل نهار كيتطور صح اكثر حاجه كتحس بها هو هذاك اللي كنقولوا ليه حنايا هرمون السعاده من بعد ملي كندوز كنحس بواحد الجسم ديالي واحد النشاط في الجسم ديالي لان انا راه جي بيان ترافاي خدمت العضلات ديالي خدمت الجسم ديالي نشط الدوره الدمويه ديالي القلب ديالي رجع النيفو ديالو كيتحرك مزيان وانا غادي وهذا هذا بيان سور كيرافقوا واحد النظام اللي غذائي هو اللي كيكون وهذا ما كيمنعش انه الانسان خصو يكون عنده ماتيريال باش يتريني او لا خصو يكون عنده لاصال باش يتريني او لا خصو يكون عنده وجبات اللي خصو يخلص فيها الفلوس الرياضة دارت لكل شيء جميلة صح أي واحد يقدر يدير الرياضة بالموان دي شوز دابا كاينين كاينين زعما جرا هذه اللي كنشوفوهم حنايا يعني هنايا في كازا وهذه فيهم كاع الماتيريال فيهم كاع داكشي اللي تقدر تريني غاتويتمون خاصك غير انت تعطي الوقت للجسم ديالك واهم حاجه احترموا الجسم ديالكم صح والله الا ما احترمتيش لو كوغ ديالكم ما عطيتيهش الوقت ديالو اقسم بالله حتى غادي يرجع عليك كل شيء نعم ودابا ودابا جميله نعطي واحد المعلومه للناس مهمه كاينين شركات كبار مهم. كي انفيستيو بالملاير <applause> في الدوايات لان عارفين الناس كي انفيسيو من دابا واحد 10 سنين لان عارفين بزاف ديال الناس غادي يوليو يشريو هذاك الدواء دايرين لي زانفيسيسمون ديالهم كبار على سيرتو مرض السكر لان هو اللي ولا مرض العصر وباقي غادي يتزاد ولاو كيديروا لي زانفيستيسمون كبار لان عارفين من دابا واحد عشر سنين أيكون النسبه ديال المرض ديال السكر طالعه بزاف ولهذا انا كنقول للمستمعين ما تكونش نتايا من هذوك الناس اللي غادي يولي بلاص ما يمشي يدير واحد نص ساعه ديال المكانه يمشي يشد صف الطبيب باش ياخذ الدواء باش يدك الانسولين ولا جو سي با شنو غادي يكون عنده الى عطيتي راسك دابا 30 دقيقة، كنظن بلي 50 50 عام غادي تبقى في نفس النيفو ديالك، في نفس النشاط ديالك، في نفس الحيوية ديالك، 60 عام، سافرتي تعرف السافرة، خرجتي كليتي درتي أي حاجة كتحس براسك ناشط، وكتلقى، عرفتي ذاك لافيغتي تتلقى مع شي واحد كتقول ليه صافا بخير عطيني لاج ديالي كيقول لك واو عندك 40 عام كتقول له لا معلم أنا عندي 60 عام كيقول لك واو هادشي كامل كيجي من واحد لافيسيسمون درتي على راسك انا ملي كتقول لي كيفاش كيقول لك شوف اخويا انا راه كان عندي واحد ستيل لو في ديالي ديما كنوض في الصباح كندير شويه ديال الرياضه كنمشي كنفطر كذا كندخل كتلقى الانسان راه ماشي هذاك الصحه عنده ديال 60 عام راه ما جاتش غير هكاك يعني حتى هو كان عنده واحد خدم عليها. الله يجزيك بخير خدم عليها وعطى الجسم ديالو أه الوقت واحد نص ساعه ديال المكانه في النهار ثلاث ايام في السيمانه خلاته انه يعيش حياته مزيان مي الماكله بزاف جميله نهار على نهار نهار, على نهار نهار على نهار نهار على نهار, نهار, نهار الماكله وقله الحركه والشاشات وهاد الامر كلها كتجمع فوالا النوم ما كتنعش بزاف كل راه النوم قالوا ان ذاك السهر الانسان اللي كيسهر بزاف وكذا راه كيتزاد له الوزن يعني راه كاين بزاف ديال الامور تكلمتي على النقطه ديال مرض السكري هذه ديجا تناقشت صراحه شحال هذه قال لك انه من الامراض اللي ربما غادو كتزاد في النسبه ديالها واخا الناس اليوم كتحاول انها تقاد بزاف ديال الحاجات ديالها في نمط الحياه على فقر الدم وقيله فقر الدم انا كان سؤال ديال ديال مريم صراحه واجه وجيه تكلمات انا سمعت واحد المعلومه ديال ديال شخص اللي قال ان الناس اللي عندهم فقر الدم خاصهم يديروا سبور واش ما خاصهمش يديروا سبور ولا واحد النوعيه ديال السبور ما خاصهاش دار الكارديو الحاجات اللي كطلع الدقه ديال القلب والاكسجين هي اللي ما خاصهاش دار او لا خاصهم يمشيو بشويه لا يمكن لهم يديروا لو سبور يمكن لهم يديروا لو سبور ادابتي وكيف ما قلت لك يبداو بحركات اللي كيخدموا فيهم لو غونفورسمون يخدموا فيهم, فيهم العضلات ديالهم بزاف ديال التنفس لان بحال دابا الناس اللي عندهم فقر الدم من الاحسن يبداو برياضه ديال اليوغا مهو. اليوغا من احسن الرياضات اللي مثلا كيعلموك كيفاش تنفس تمدد ديال العضلات لان كيحلوا لك العضلات ديالك كتولي عندك لا فليكسبيليتي وهنايا بيان سور خصك تبع لو تريتمون ديالك ولكن كاينين بزاف ديال لي زاكتيفيتي من منهم كيما قلت لك يوغا بيلات رونفورسمون كارديو سيكون موديري ما خصنيش نطلع الدقه ديال القلب بزاف ولكن راه يمكن لي ندير لو سبور انا اقسم بالله جميله الى زعما هاد السيده كو كانت حاضره دابا نعيطوا لها في التليفون كان عندها مشكل ديال فقر الدم وبدات ان بروغرام ديال لونتريمون اوجوردي دارت جو بونس وقيله شي سيمون اوجوردي ما بقاتش كتاخذ لا تريتمون لا والو وتقاد لي هذا المشكل ولات مزيانه وليطا ديال لا سونتي ديالها الي شوف بارفيت تبارك الله ولات زعما الجهد القوه اللي ولات عندها وقبل راه في الاول جات ما كانت كتقدر دير حتى 10 دقائق وبقات كتغادا مع الجسم ديالها بشويه 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 فوالا حتى رجعت ليطا ديالها بيان سور كتعاون بالماكله والتغذيه وهذه كيرجع ما كاينش شي حاجه اللي كتمنعك انك ما ديرش لو سبور تكلمتي على النقطه اللي هي اساسيه تكلمتي على ان هذه السيده مثلا خذات دوايتها عرفت شنو عندها جات عرفت لي كوتش في السبور انها شنو عندها مشاو معها كيد. بشويه بشويه كيد. هذا خاصك تكون كيف قلتيها في الاول يا ياسين انك خاصك تقرا الدات ديالك وتعرف على ايش قاده ماشي انسان مثلا عنده القلب او الانسان عنده مرض معين ونجي انا صافي حيت باغي ندير سبور دير سبور ديال ديال الجهد ديال واحد الشخص اللي الحمد لله ما عنده حتى شي حاجه بغض النظر على القلب بغض النظر على القلب مثال نقدر نكون انا عندي 30 عام انا مثلا عندي 30 عام ولا عندي 35 عام ما في حتى شي حاجه مم. والجسم ديالي مزيان وكاينين شي حوايج ما يمكنش ليا نديرهم صح بعض المرات كتلقى بنادم كيمشي كيتقيد مثلا في واحد لاصال كيدير كروس فيت كروس فيت من واحد لي زونترينمون اللي, اللي قاصحين بزاف باسكو هو دخل للانترنيت شاف الكروس فيت وعجبو الناس كيتريني وكيدفعوا لبرا وهادي وشاف داك الشيء لي زانتينسيتي هو جداد وداك لا موتيفاسيون مشى كيمشي كيبدا داك الشيء كيولي مفرقع على لارتيكولاسيون ديالو جونو ولا الظهر ديالو لأن انت اختاريتي واحد الرياضه اللي كبر منك بزاف أوه. اللي ما تقدرش انت تصبر على لا ريزيستونس ديالها وهادي ماشي ما يمكنش لك ديرها ولكن ماشي في الاول ماشي في الاول نبدا بشويه 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 هذيك الساعه يمكن لي نمشي لذاك الرياضه ونكون انا بعدا قاد عليها اما باش نمشي من الاول حيت هي عجباتني ذاك الحاجه كيبداو لي زاكسيدون كتقول لي خويا شحال ما ترينيتي واخويا واحد النهار مشيت جربت واحد الرياضه فركعت الركبه ديالي دابا الطبيب قال لي ما خصكش تريني ولا فركعت الداري أنا, أنا. انا عندي واحد البنت وحق الله العلي العظيم الى خرج لها لو ديسك مه. اغني خرج لها لو ديسك حيت جو سي با قالوا لي هز شي باره لان الكروس فيت كي بعض المرات لا شارج وهزات واحد لا شارج ويخرج لها لو ديسك ديك الساعه مشات قالوا ليها اوبيراسيون اوبليغاتوار نعم لان وهي مشات دير لو سبور ولات في اوبيراسيون ولات في ولهذا كيما الانسان كيف قلتي يقرا الداتا ديالو الجسم ديالنا بشوية, بشوية, بشويه عليك دير شويه ديال الرياضه ما انت ما مزروبش ماشي غدا غادي تمشي تشارك في بطولة العالم اه نهار على نهار عرفتي الا جينا نديرو كالكولاتريس دابا جميله نقول لك مثلا نص ساعه في في ثلاث ايام في السيمانه مثلا ولا اون فاتيغ اربع ايام هي ساعتين نعم تقريبا ساعه ونص ساعتين قريبا. مثلا في السنه معادله كنضربات المرات ثمانية ساعات في الشهر الا ضربناها في العام عرفتي شحال من ساعة رينيتي انت شحال عطيتي للجسم ديالك وبعدي عليك لو ريسك ديال الطبيب وديال التريتمون تشد صاف وما عجبكش الحال ومريض هادشي كامل كتحيدو عليك نعم ربما حنا اليوم الغايه هي ان الانسان يفهم ويقرا ذاته ديالو ويتصنت ليها ويبدا بشويه بشويه السبور لان حاجه كنقولوا ان استثمار بالصحة ديالك للمستقبل كنشكرك بزاف صراحه ياسين على كل هاد النقاط اللي شرتي لها وان شاء الله نتلاقاو في حلقه ماجيه دائما نتكلم ما ربما على نوع ديال الرياضات اللي هو يقدر يكون دارج الان والناس بغيت تعرف عليه مجموعه من المعلومات من خلالك شكرا جزيلا للحضور ديالك واكيد شكرا موصول كل مستمع ومستمعات